تامر عاشور اتصدر الترند بسبب تصريحاته المثيرة للجدل في برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، اللي اتكلم فيها عن فنانين كبار وكمان عن حياته الشخصية، واتكلم عن عمرو مصطفى واستخدام الذكاء الاصطناعي في الغنى، وقال ان الصناعة عندنا زي الفل وما انهارتش، وبزعل لما مصري يقول ان صناعتنا بتنهار لان هو جوه الصناعة. عمرو مصطفى شاطر، بس ده ما يديهوش حق انه يقول الصناعة بتنهار. وقال عن تجربته مع صناعة صوت ام كلثوم بالذكاء الاصطناعي ان عمرها ما هتنجح ولا هتشوف النور، وقال انه هاجم عمرو مصطفى لان عمرو مصطفى قال ان محدش بينجح غيره، ودي طبعا بدعة وما ينفعش ننصب نفسنا آلهة للفن، ولكن لو جالي فرصة اشتغل معاه هشتغل حالا. وردا على لقب صوت مصر يروح لشيرين ولا انغام، قال تامر عاشور ان شيرين اكتر صوت جبار في الوطن العربي، ولكن انغام ملتزمة جدا وده اهم، لان محدش هيحب حد مش ملتزم، علشان كده انغام هي اللي تفوز بلقب صوت مصر. ولما المذيعة سألته توافق تدي لحن منك لمطرب مهرجانات زي حسن شاكوش او عمر كمال او حمو بيكا، قال ادي لعمر كمال لان هو الوحيد اللي بيغني. واتكلم عن هيفاء وهبي وقال ان صوتها مميز وصعب نوظف عليها اي لحن لان صوتها مش مستساغ ومش شبه اي حد. هيفاء وهبي مؤدية وهي عارفة كويس ومستحيل تزعل، هي عارفة انها مؤدية وده يختلف عن المغني، وهيفاء وهبي ليها شكل بتغني بيه. ولما سألته المذيعة طيب هيفاء وهبي ولا مايا دياب، قال لها انا معرفش اصلا اغاني مايا دياب، وقال لو هغني مع رابر هغني مع بابلو. ولما تسأل بطلت تشتغل مع سارة الطباخ، قال انا ما بدأت الشغل معاها اصلا، احنا مضينا عقد ولكن طلعت فكرة وهي ليها زي ما ليها افكار كتير، وقال عليها مطربة الفنكوش. ولما تسأل ممكن تزعل من كلامك ده، قال تامر عاشور ما تزعل، ايه المشكلة يعني، هو انا هخاف منها؟ عرضت له كمان المذيعة صورة لأحمد سعد في اخر حفلة ليه بالبدلة الشفافة، وقال مستحيل البس اللبس ده، ووجه لأحمد سعد رسالة وقال له انت جايب لنا مشاكل، وقال ان اللبس جه معاه صدفة مش مترتب علشان يبقى ترند. واتكلم عن بنته ايام وقال ارفض بنتي تبقى فنانة او مطربة لان دي موهبة ولازم يبقى لها خط تاني في حياتها بعيد عن الفن، والوسط فيه سهر وفيه تعطيل عن الدراسة، ولو قررت تدخل الفن هرفض طبعا. وقال حياتي الشخصية خط احمر لانها بتخلق حالة مع الجمهور بتأثر على الفنان، انما انا مش فاشل عاطفيا، بتبقى قصص حب عادية وبتنتهي.